تم ملاحقة هذه السفينة لمدة 110 أيام لأكثر من 10,000 ميل، ولقد كان ذلك نتيجة سعي الإنتربول بالنيابة عن دول أعضاء مختلفة، وفي النهاية غرقت بطاقمها لإخفاء دليل الصيد الغير مشروع. حالات كهذه يمكن أن تكون معقدة للغاية، حيث ستستخدم المجموعات الإجرامية المنظمة سفينة مسجلة في دولة واحدة وتعمل بها في دولة ثانية، مما يجعل الأمر شبه مستحيل لقوة شرطة واحدة أن تحقق معهم بنجاح. ويساعد الإنتربول في حل تلك المشكلة من خلال تمكين الدول الأعضاء من العمل معا، فبرنامج أمان البيئة الخاص بنا يساعد على منع وكشف وتعطيل الصيد الغير مشروع. فالصيد الغير مشروع مجرد نقطة في بحر، فما لا تراه هي أنواع الجرائم المختلفة المرتبطة به: غسيل الأموال والتهرب من الضرائب واستغلال العمالة وتزوير الهويات، وكلهم مدعومين من الفساد. وستستخدم بعض تلك المجموعات الإجرامية نشاطات الصيد كغطاء، بينما يستغلون السفن لارتكاب جرائم أخرى مثل تهريب البشر والمخدرات والسلاح. والتقديرات تشير إلى أن الصيد غير المشروع يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 23 مليار دولار أمريكي سنوياً، وواحد من كل 5 سمكات يتم اصطيادهم في العالم يتم اصطيادها بشكل غير مشروع. يتم استنفاذ المخزون بشكل هائل، مما يدمر وسائل الحياة ويهدد الأمن الغذائي. فالجريمة البيئية هي جريمة تؤثر علينا جميعاً، ولهذا الإنتربول مهتم للغاية في محاربتها. الإنتربول يربط قوى الطبيعة.